حقق إنبي فوزا كبيرا على حساب ضيفي أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 29 للدوري المصري لكرة القدم. سجل أهداف إنبي عمرو مرعي ومحمد باسوني وماريو مارتينيز. بهذه النتيجة يرفع إنبي بقيادة مديره الفني طارق العشري رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني عشر، ويتجمد رصيد أسوان بقيادة أسامة عرابي عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.